بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما سعى علم الله. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة من إليك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، لنا ولسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين امين، في فقه السادة الشافعية. ووقفنا على قوله: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء، اللي بيسموها شروط صحة الصلاة. المجلس الماضي كان شروط وجوب الصلاة، والنهارده شروط صحة الصلاة. شروط وجوب الصلاة قلنا: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام والبلوغ والعقل، ونزود عليهم بالنسبة للنساء النقاء من الحيض والنفاس، دي عشان تبقى الصلاة واجبة. طيب، ما هي شروط صحة الصلاة؟ يعني الشروط التي يجب توافرها قبل الدخول في الصلاة لتصح الصلاة. يبقى الشروط تملي أمور خارجة عن الصلاة لكنها ضرورية لصحة العبادة. يقول: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا له تعريفات كثيرة. الشيخ ابن قاسم الغزي اختار لك تعريف ميسر، قال: ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. يبقى لك انه بيتكلم على شرط صحة الصلاة، لانه ما تتوقف صحة الصلاة عليه، ما عرفش الشرط مطلقا وليس جزءا منها. هو الشرط عموما هو ما تتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا من العبادة، أي عبادة. يبقى الشرط خارج عن الشيء كما قلنا، وليس جزءا من الشيء، ويؤثر في حال عدمه لا في حال وجوده. يعني لو عدم الشرط عدم الصحة، ولو وجد الشرط قد توجد الصحة، قد توجد العبادة وقد لا توجد. وخرج بهذا القيد الركن، الركن غير الشرط، الركن فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول: طهارة الأعضاء من الحدث. احنا طبعا كنا قلنا الوضوء والتيمم والغسل اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ده شيء ضروري للصلاة. يبقى أول حاجة لابد من طهارة الأعضاء من الحدث، سواء كان أصغر أو أكبر عند القدرة. أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. فاقد الطهورين هو الذي لا يستطيع الماء ولا التراب، ده اسمه فاقد الطهورين، يعني فقد الماء وفقد التراب. يبقى ده هل يصلي ولا لا يصلي؟ الأحناف يقول لك ما يصليش، وعليه الإعادة لما يجد أحد الطهورين. لا، احنا في يقولوا كده. الشافعية يقول لك لا، الميسور لا يسقط بالمعصور، يصلي على حاله وعليه الإعادة، يصلي على حاله وعليه الإعادة، ده فاقد الطهورين. مثال فاقد الطهورين: واحد محروق في ايديه ووجهه، والايد والوجه محل الوضوء، وهم نفسهم محل التيمم، يبقى لا يستطيع انه يتيمم ولا يستطيع انه يتوضا، لان الدكاتره قالوا له ما تجيبش ميه ايه على الحرق لحد ما تخف لمده اسبوعين ثلاثه،
وفي نفس الوقت اذا كان مش هيقدر يجيب ميه من باب اولى ما يجيبش تراب، وبالتالي يبقى فقد الطهورين. يعمل ايه فاقد الطهورين؟ يصلي على حاله، يسمع الاذان يصلي على حاله، ويصلي الفرد دون السنن، لان دي صلاه ضروره، يصلي الفرد دون السنن. واذا كان محدث حدث اكبر لا يقرا بعد الفاتحه سوره كمان، لان هيقرا بقدر ضروره صحه الصلاه. ده بالنسبه لفاقد الطهورين. بعد ما يخلص الحكايه دي لو تيسر له احد الطهورين يبقى عليه الاعاده. طب وبيصلي ليه لما هيعيد؟ لادراك الوقت، حرمه الوقت، والاعاده لادراك الصحه، لان افرض مات قبل ما يدرك احد الطهورين يبقى بريء الذمه. واضح؟ يبقى اول حاجه طهاره الاعضاء من الحدث سواء كان اصغر او اكبر، وطهاره النجس، ويكون كمان طاهر من النجاسة في البدن والثوب والمكان. يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان لابد، لازم يبقى عارف النجاسات علشان واحنا تكلمنا عليها، بشرط أن تكون هذه النجاسة الموجودة غير معفوة عنها. لو معفوة عنها ممكن صلاته تصح مع وجود هذه النجاسة. زي ما قلنا واحد مجروح وجرحه مثلا بيجي بصديد، القيح ده والصديد ده نجاسة، وحاطط الضمادة والضمادة نشعة نجاسة، يصلي وصلاته صحيحة لأن دي نجاسة معفوة عنها سبب الجرح. كويس؟ أو مثلا دم البراغيث في الثوب ودم البق في الثوب، دي برضه نجاسة يعفى عنها. وكذا محل مسح الإيه؟ المسح بتاع الأحجار في الاستنجاء، يبقى في أثر النجاسة موجود لكن عين النجاسة راح، فيصلي على حاله ولأنها نجاسة معفوة عنه. وما لا يدركه الطرف، كل نجاسة لا يدركها الطرف يعني لا يراها العين عند الشافعية نجاسة معفوة عنه. الذبابة مثلا تقف على شوية نجاسة وتنتقل تيجي تقف على ثوبك او عليك، لو بصيت بالميكروسكوب هتلاقي نقلت نجاسه على ثوبك، لكن دي لا يدركها الطرف المعتاد معفو عنه يقف عنه. نجاسه الشوارع، طين الشوارع معفو عنه، وانت ماشي رايح الجامع والشارع فيه بعض الطين يطرطش عليك حاجه وانت بعربيه معديه ولا حاجه، تصلي على حالك نجاسة معفو عنها. وهكذا يبقى ايه؟ يبقى لابد من الطهارة من النجاسة غير المعفو عنها، لكن المعفو عنها مشي. ومن ضمن برضو النجاسة المعفو عنها نجاسة المهنة، زي ما قلنا واحد مهنته يتعرض للنجاسات زي الجراح، يتعرض ان هو يعني لدماء المرضى وقروح المرضى والافرازات اللي بتخرج من المرضى، فله أن يصلي بثياب العمليات في حجرة العمليات ليس في المسجد بنجاسة المهنة. وكذا الجزار يبقى ثيابه عليها أثر الدماء فيصلي في محله أو في مسبحه، لا يأتي المسجد بثوب فيه نجاسة مهنة ويقول مهنتي. ودي نقطة مهمة دقيقة، يعني نجاسة المهنة في محل المهنة، إنما ما ينفعش يجيب نجاسة المهنة في المسجد ويقول أنا مهنتي كده، وإلا هينجس المسجد. واضح؟ وكذا المرأة في بيتها اللي هي قائمة على تربية الأولاد، قد تتعرض إن الطفل تيجي تكرعه بعد ما يرضع يوم يقشط على كتفه، القشط ده زي القيء نجس، لكن تصلي على حالها لأنها متعرضة له، لأنها دي نجاسة مهنتها. أو تيجي تغير للطفل، الطفل مثلا يبول يطرطش عليها أو يعمل شيء من هذا، كل ده يعني يجعلها متعرضة ليها لأنها مهنتها كده، مهنتها القيام على تربية الأطفال، والقيام على تربية الأطفال يؤدي إلى أنها تتعرض أكثر من الرجل للنجاسة. وعشان كده الرجل إذا مسك ابنه وابنه أشط عليه لازم يغير هدومه، لكن المرأة مش مهم، المرأة
مهنتها انها تعمل كده، ان الرجل مش مهنته انه يرضع، وبالتالي كل على حسب حاله. كل دي انواع للنجاسات المعفوات. كل يبقى النجاسه المعفوه عنها ما لا يدركها الطرف، يعني ما لا يراها، او نجاسه المهنه، او موضع الاستنجاء، او دم البراغيث، او القروح، او الجروح، او شيء من هذا. لابد من طهاره البدن والثوب والمكان. المكان اللي انت بتقف عليه وبتمسه، لكن المكان الملاصق اللي مواجه لصدرك ممكن يبقى عليه نجاسه، مش مشكله، لان انت صدرك مش هيلمس الارض. لكن المهم موضع جبهتك على الارض يبقى طاهر، موضع ركبك على الارض يبقى طاهر، موضع قدمك على الارض يبقى طاهر، موضع جلوسك على الارض يبقى طاهر. يبقى المواضع اللي انت هتمسها هي دي اللي بد من طهارتها. اما المواضع التي لا تمسها مكان محازيا للصدر فلو كانت عليه نجاسه الصلاه صحيحه. كل دي تفاصيل في موضوع الطهارة من النجس. يا الله. والثاني يبقى طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، عدوهم حاجة واحدة. لما قال طهارة الأعضاء من الحدث ومن النجس، هيضطر تاني طالما قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس لازم يعد تاني يقول لك طهارة المكان والثوب من النجس، لازم يعدها لوحدها. واضح؟ لكن احنا ما نقول طهارة الأعضاء من الحدث وبعدين نقول ايه طهارة الثوب والمكان والبدن من النجاسة، نقوم ايه كده أسهل. على أي حال المهم تعدهم بأي طريقة لا مشحة في التقسيمات والاصطلاحات. والثاني ستر لون العورة. العورة يجب أن يستر لونها، لا يضر إنها تبقى مجسمة أو مكسمة، مش مشكلة. المهم لون العورة هو اللي يبقى، يعني لون البشرة يبقى، لدرجة لو لم تجد ثوبا ممكن تجيب طين تطين بيه العورة وتصلي. واضح؟ وممكن الإنسان يصلي بثوب لاصق على بدنه طالما ساد إيه يعني يستر العورة ولا يبين لونها. لكن اللاصق على البدن ده اللي هو يصف العورة لا يصح أن تصلي به أمام الناس، لكن لك أن تصلي به في مكان مغلق. إن أردت أن تصلي أمام الناس لابد أن يكون ساترا للعورة غير واصفا لها. واضح؟ أما لو كنت هتصلي في خلوتك فيكفي ستر العورة بشيء ولو واصفا للعورة، المهم أنه هو لا يظهر لون البشرة. يبقى المرأة في حجرة نومها ممكن تصلي بثوب لاصق عليه، كويس؟ طالما هتصلي في حجرتها ولو كان لاصقا عليه. لكن إذا كانت هتصلي في المسجد أو أمام الرجال لابد أن يكون لا يصف ولا يشف كده برضو، وأن يكون طاهرا. يبقى ستر العورة لون العورة. لو كان ثوب شفاف يبين لون العورة ما ينفعش، ما يبقى ساتر للعورة. لازم الثوب يستر لون العورة، ما يبينش لون البشرة من تحتها. عند القدرة. عند القدرة لأن إيه العاجز عن ستر العورة هيصلي واقفا من إيماء مثلا. واحد فقد كل ثيابه. بتحصل تسمع كده دلوقتي بسبب الظلم اللي عام في البلاد، يعتقلوا ناس ويقلعوهم هدومهم ويسيبوا قلع هدومه كده يسيبوها في زنزان. يعمل إيه طيب؟ وعليه صلواته، ده راجل مسلم. هيصلي على حاله، لأنه فقد قدرته على ستر عورته، لكن لا يصلي من سجود ومن ركوع، لأن هذا يؤدي إلى فحش في ظهور العورة، وبالتالي هيصلي من قيام مع الإماء. واضح؟ عند الضرورة. والثاني ستر لون العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا في ظلمة، ولو كان خالي وفي ظلمة. لأن الأدب ده متعلق مش لنظر الله، لأن نظر الله لا يستره ثوب، لكن ده متعلق لأدب، لأدب العبادة، للأدب في العبادة. ولو كان الشخص خاليا في ظلمة،
فإن عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما، وفي الحالة دي لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، ويكون ستر العورة بإيه؟ بلباس طاهر، يبقى لابد من طهارة الثوب. ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه. وأما سترها عن نفسه فلا يجب، ولكن يكره نظره إليها، وده المقصود بالعورة المغلظة. المكروه النظر إليها هي العورة المغلظة. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة. الأمة في الصلاة عورتها كعورة الرجل، الأمة اللي هي الرقيق، إذا أرادت أن تصلي الأمة مشغولة في خدمة أسيادها، فقد يصعب عليها أن تستر عورتها الستر الكاملة بتاع الستر الحرة، فلها أن تصلي تستر ما بين الركبة والسرة وتصلي على حالها. يعني الأمة ممكن شعرها يبقى باين وتصلي كويس، لأنها أمة، لأن عورتها في الصلاة كعورة الرجل. أما عورتها أمام الرجال كعورة الحرة لأنها امرأة، واضح؟ لكن احنا بنتكلم على عورتها في الصلاة. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته، يبقى السرة خارجة والركبة خارجة، وما حذاها من الخلف، ما حذا السرة من الخلف. ودي احنا بنلاحظها بعض الناس لما يجي يوطي يقوم ايه يتزحزح ثيابه فيبان جزء من ظهره بما يكون أسفل السرة بس من الخلف، ده يبقى بنت عورته، بطلت صلاة. فالإنسان ياخد باله من هذا الموضوع لأنه منتشر خصوصا في الصيف، فالواحد ياخد باله منه، يلبس يعني فلنة طويلة أو يعمل ثوب طويل بحيث أما يوطي يركع ويسجد لا يتزحزح ويبين ظهره من الخلف. يبقى عورة الذكر ما بين سرته وركبته، وكذا الأمة. وستر العورة لابد أن يكون من الجوانب، من الجوانب ومن الأعلى، مش مهم من الأسفل، لأن أنت ممكن تبقى لابس الجلابية لو واحد نام على الأرض وبص من تحت يشوف عورته، واخد بالك؟ لكن لأن مش واجب سترها من أسفل، هو واجب سترها فقط من أعلى ومن الجوانب. ده بالنسبة إيه؟ بخلاف الخف. لما قلنا الخف لو فاكرينه انه الاعلى مش مهم، المهم يبقى من اسفل ومن الجوانب. يبقى عورة الذكر ما بين سرتي وركبتي، فلو ظهرت الركبة او السرة في اثناء الصلاة للرجل لا تبطل صلاته، لان السرة ليست عورة. ما تبطلش الصلاة، لكن يكره وقد تصل تبقى كراهة تحريم، لكنها صلاته صحيحة لأنها ما ظهرتش عورته. وعورة الحرة في الصلاة اللي هي إيه؟ مقابلة للأمة. وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وباطنا إلى الكوعين، الكوعين اللي هم دول اللي هو الرسغ، يعني اسمه الكوع لأن المصريين بيقولوا على المرفق الكوع، وده خطأ. المصريين في لغتهم العامية يقول على المرفق، يقول عليه الكوع، وهذا خطأ. الكوع اللي هو العظمة اللي هي بين الذراع والكف، العظمة اللي هي لما تمشي مع الإبهام كده وتنزل تلاقي في عظمة عريضة كده يسموها الكوع، والعظمة الرفيعة اللي الثانية اللي هي عند الخنصر يسموه الكرسوع. مجموع الكوع والكرسوع مع الكف يعمل الرسغ، كويس؟ يبقى المرأة تستر ما عدا كفيها ووجهها. ما سوى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا إلى الكوعين، يبقى لازم عورة المرأة كف المرأة يبقى مستور لحد الكوع هنا، كويس؟
أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها في الخلوة كالذكر، عورة الحرة في الخلوة كالذكر ما بين السرة والركب، وخارج الصلاة جميع بدنها، لأن حتى لو أظهرت وجهها ليه؟ لأن لا يجوز النظر لوجه المرأة. كذلك الرجل عورته أمام المرأة كل بدنه، ومأمورة المرأة بغض بصرها منهم. ومش معنى كده إن أدم هو كل بدنه عورة أمام المرأة لأن نقول له غطي وجهك. يعني لا يقتضي الكلام هنا تغطية وجه المرأة على فكرة، لكن يقتضي غض بصر الرجل عن وجه المرأة إن كشفته. ويقتضي أيضا أن المرأة المنتقبة تكشف وجهها عند الصلاة، عند الصلاة، إلا إن كانت في مكان لا تأمن أن ينظر إليها الرجال نظرة تؤذيها فلها أن تغطي وجهها في هذه الحالة للضرورة. يبقى الحرة خارج الصلاة جميع بدنها عورة وعورتها في الخلوة كالذكر. إيه هي العورة؟ العورة دي على فكرة كلمة ما يفهمهاش إلا المسلمين، مفيش حد تاني تروح أوروبا تقول له عورة يقول لك إن هي عورة، ما عندهمش عورة، يعني ما يعرفوهاش العورة دي، يعني ممكن يمشي عريان كده عادي، ما عندوش حياء. الحياء ده إحنا تعلمناه من ديننا، فالعورة دي حاجة خاصة بالمسلمين ما يعرفهاش إلا المسلمين. العورة لغة هي النقص، وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو المراد هنا، وعلى ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. والثالث الوقوف على مكان طاهر، يبقى اتكلم على الستر بلباس طاهر وعلى البدن يكون طاهر من النجاسة، وهيتكلم على الوقوف على مكان طاهر. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. يعني ما ينفعش مثلا يبقى أنت حاطط شال كده ومدلدل على الأرض وجاي لامس نجاسة على بعيد عن موضع صلاتك، الشال اللي أنت حاطه عليك إذا كان يتحرك بحركتك، إذا كان يتحرك بحركتك. أما إن لم يكن يتحرك بحركتك فمش مشكلة، يعني طويل أول درجة مدلدل كده ولامس نجاسة زي ما يكون أنت عندك طفل صغير وعامل على روحه ومغطيه بجزء من إيه؟ من الثوب بتاعك اللي أنت، يبقى أنت كده ملامس نجاسة. واضح؟ لو كان الثوب اللي مغطي الطفل اللي عليه النجاسة دي أثناء صلاتك لما بتقف وتقعد وتعمل لا يتحرك بحركتك لا يضر، لكن لو بيتحرك بحركتك يبقى يضر. واضح؟ فدي نقطة مهمة الواحد ياخد باله منها. سيدنا آدم، أنا عايزين نقول ده أصل أبونا ونبي، شوف بقى في ليه حرمتين إزاي؟ نبي وأبونا كمان. بالنسبة لسيدنا آدم الريش اللي هو ما زاد عن ستر العورة على فكرة. الريش احنا نقول حتى راجل مريش، يعني عنده زائد عن الحاجة والضرورة. في اللغة انت مصري؟ المصريين يقول لك ده راجل ايه مريش؟ مريش يعني ايه؟ يعني جاية من ريشة. جاية من ريتش. يعني غني. ريتش، مريش، غني. ريشة. هي كلها لغة واحدة. واخد بالك ازاي؟ فيبقى ايه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يبقى اللباس اللي يواري السوء ده ضروري والريش ما زاد. خدت بالك؟ أيوه، اللي هي العورة المغلظة عند المالكية، والعورة كلها المالكية قسموا العورة إلى مغلظة ومخففة. يعني يقول لك الفخذ عورة عند المالكية لكنه مخفف بالنسبة للرجل، فلو ظهر فخذه أثناء الصلاة عند الملكية يأثم وصلاته صحيحة، يأثم وصلاته صحيحة. عند الشافعية تبطل صلاة، وكذا الأحناف والحنابلة. لباس التقوى بقى اللي هو إيه؟ اللي هو الدين. علشان كده في الرؤية الثوب في الرؤية هو الدين، عالم البرازخ، عالم المنامات. يعني لما واحد يشوف واحد في منام عاري يبقى معناه لا دين له،
يشوفه في المنام لابس ثوب يغطي نصف بدنه يبقى ده دينه نص نص، يغطي بدنه كله يبقى دينه كامل، يغطي بدنه كله بيجره على الارض يبقى دينه زيادة. زي ما النبي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية قال رأيت الناس عرضوا علي في منامي فرأيت من عليه قميص إلى ثديه وآخر إلى ركبته ودخل علي عمر بثوب يجره وجابوه في مناقب عمر، فقيل لرسول الله كيف أولته يا رسول الله؟ قال الدين. يبقى إيه؟ يبقى لباس التقوى ده تجده في المنام بقى، واخد بالك؟ يبقى في المنام يجي لك الدين في صورة ثوب، لأن عالم البرزخ أصل النوم ده برزخ بين اليقظة والموت، بين الحياة والموت، برزخ. البرزخ اللي هو الحاجة الوسط اللي بين شيئين. ففي عالم البرازخ تتحول المعاني إلى محسوسات. المعاني تتحول إلى محسوس في عالم البرازخ. وعلشان كده برضه في الحشر الموت ده معنى عرض. يجي لك في سورة كبش ربنا يذبحك. كده برضه صراط لأنه ده برزخ من البرازخ. يبقى عالم البرازخ يظهر فيه مثل هذه الأشياء، وعالم الخيال أيضا، لأن عالم الخيال هو عالم بين الواقع وبين إيه؟ وبين نفس الأمر. الواقع هو اللدني ده اللي هو من الله، يعني من الله ده يشمل كل حاجة بقى. نقول من لدنه يعني من الله بغير واسطة، من الله بغير واسطة. يبقى اللدني ده اللي هو ايه؟ من الله بغير واسطة. فخلينا هنا ما نخشش ايه في تفاصيل تبعدنا عن الشغل، خلينا هنا في الشغلانة دي. طب نخلص دي ايوه ونسأل في الاخر عشان نخلص الواجب بتاع النهاردة. والثالث والوقوف على مكان طاهر، فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدني أو لباس نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، ولا يجوز أن يصلي حاملا النجاسة، زي ما هو لا يجوز أنه يصلي على ثوبه نجاسة أو على بدني نجاسة، لا يجوز أن يكون حاملا للنجاسة، شايل نجاسة يعني ما يكونش حاطط في جيبه منديل وكان بينف في دم. بتحصل الحكاية دي ساعات، يبقى عنده المنديل نف فيه كده جاب فيه دم، يروح شايله في جيبه ويجي يصلي صلاته باطله، لانه صلى حاملا للنجاسه، لابد انه يرميه الاول وبعدين يصلي. ولو قلنا ان الدخان نجس لانه بينقعوه في خمور، اللي بيصنعوا الدخان هم اللي قالوا لنا كده مش احنا، فاذا كان التبغ بينقع في خمور فيبقى يصير السيجاره دي نجسه، فلا يصلي وهو حامل لايه؟ لباكت السجاير. علبه السجاير ما ينفعش يبقى حاططها في جيبه ويصلي، صلاته باطله. طب عايز يصلي يا يبطل سجاير يا يخلي العلبه بره بره خالص بعيد عن صلاته. يحط ما هو الجزمه في الجزمه او في عربيته، يسيبها بره في العربيه او يسيبها في مكتبه، يسيبها في اي حته ما يشيلهاش في جيبه ويخش يصلي. كل دي تفاصيل بتفوت على كثير من الناس. الرابع العلم بدخول الوقت. لازم يبقى عارف ان الوقت دخل، عارف علم يقيني، مش يقول لك اه والله شكلها كده الظهر جدا الله اكبر ويصلي، وبعد ما يخلص يلاقي اذان الظهر بيأذن يبقى صلاته وقعت قبل ايه؟ دخول الوقت. يبقى هنا علي الاعاده، علي الاعاده. طيب لا يعلم دخول الوقت ولم يجتهد في معرفة دخول الوقت ولم يسأل غيره فهجم وصلى فبان أن الوقت دخل، بطلت صلاته بطل حتى ولو وافق أن الوقت قد دخل، لأنه لم يتخذ الأسباب بالعلم من دخول الوقت، لكن هو إيه؟ دخل كده هجم على العبادة بغير علم، ولابد أن هو يعرف. عشان كده عدد كل المصريين والمسلمين في كل مكان يقول لك هو الظهر أذن؟ يسألك هو، عشان العلم بدخول الوقت ده أساس عند المصريين، هي مستقرة في إيه؟ في وجدان كل مسلم. ولو ما لقاش حد يبص في الساعة ويبص في النتيجة ويفتح إذاعة القرآن الكريم
يعني يعمل له اي وسيله من الوسائل اللي بيها يعرف ان الوقت دخل. يبقى لازم العلم بدخول الوقت او ظن دخوله بالاجتهاد. اجتهد بقى، بص للشمس وحط العلامات، لما لقى الظل تحول الى جهه ايه الـ الـ الغرب، تحول الى جهه الشرق. ظل الشيء تحول زي ما قلنا في مواقيت الصلاه، تحول لجهه اللي هو ظل الزوال، تحول الى جهه الشرق. يبقى في الحاله دي يقول لك الظهر اذن. بقى ظل الشيء مثله مع زائد ظل الزوال، يبقى ايه؟ صلي العصر. غربت الشمس وجدها سقطت في البحر. نقول في البحر ليه؟ لان ممكن يبقى سقط في خلف الجبل وهي لسه ما غربتش، لازم تبقى سقطت في ايه؟ في ارض مستويه. واضح؟ يبقى في الحاله دي صلي المغرب لانه شاف الشمس سقطت في البحر. او ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت. واضح؟ ساعات الناس كانوا زمان يبقى قاعد في مكان مغلق زي زنزانه ومش مدين له ساعه وعايز يعرف الوقت، ويجي يسأل الراجل الحارس ما يرضاش يجاوبه، أو مسجون السجان بتاعه أصلا راجل غير مسلم ما يعرفش إيه الأوقات، أو في بلد غير زي جوانتنامة دي اللي بيقولوا عليها دي، اللي كانوا عاملينها جزيرة هناك في أمريكا وعاملين فيها معتقل وحطوا فيها مسلمين ظلما وعدوانا. يعمل إيه المسلم اللي هناك ده اللي بيحرسه واحد كافر وما يعرفش يعني إيه وقت، ومقفول في الزنزانة مظلمة وعايز يعرف مواقيت الصلاة؟ يقوم يعملها بوظائف معينة. هو عارف انه بيقرا جزء القرآن في تلت ساعة مثلا، أو بيسبح الميت تسبيحة بتاخد في إيده 5 دقايق، أو الميت صلاة على النبي بصيغة معينة بتاخد منه 12 دقيقة. أو مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لما يقولها 100 مرة بتاخد منه 7 دقايق. هو عارف كده، مجرب حياته طول عمره كده. يوم يبتدي مثلا يقعد يعمل وظائف زي دي ويقيد دي ساعة دي نص ساعة دي تلت ساعة لحد ما يعرف، وهو عارف ان المسافة من الشروق لحد اذان الظهر مثلا حوالي 6 ساعات، قضى ال6 ساعات يقوم يصلي الظهر، وعارف ان بين الظهر والعصر حوالي مثلا 3 ساعات في الغالب، ساعات اقل شوية وساعات يبقى يمر ال3 ساعات بوظيفة معينة، واخد بالك؟ أو بورد أو شيء من هذا. يعني يحاول يجتهد بقدر الإمكان. والخامس استقبال القبلة. طبعًا تملي الناس عايز يصلي، أي مسلم ما حضرش ولا راح الأزهر عايز يصلي يعمل إيه؟ يدخل يتوضأ وينزل يسأل الوقت دخل، ويقول لهم القبلة إزاي؟ دي حاجات بديهية، لأن توجه للقبلة ده شرط صحة في صلاة الفريضة. والخامس استقبال القبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها. استقبال القبلة المطلوب أنه يبقى بالصدر، يعني لو التفت كده ما يضرش برقبته طالما صدره للقبلة، لكن يضر لو عمل كده. كويس؟ يبقى لابد ان ايه؟ صدره يبقى مواجها للقبلة. لو كان قدامه الكعبة يبقى لابد عين الكعبة. لو كان بعيد يكفي الجهة. يكفي الجهة للبعيد الذي لا يرى الكعبة. من يرى الكعبة لابد ان تكون عين الكعبة شايفها قدامه. كويس؟ طيب البعيد يقول لك تعمل خط من ودنك ده لودنك التاني اللي هي زي محراب، تملي المحراب تلاقيه مجوف كده، يبقى تعمل خط كده من ودنك دي لودنك دي نص دايرة. طالما صدرك مواجه لأي قطر من أقطار نصف الدايرة دي تبقى أنت مواجه للقبلة. يبقى نبطل شغل العيال الجهلة اللي كل شوية يجي لك في الجامع يقول لك كده شوية كده شوية كده شوية كله صح، ويبطل جهل بقى، ويجيب لك خطوط ويجيب لك مش عارف ايه ويقلب دماغنا. انت ايه؟ طالما انت متواجد شايف، اعمل علامة خط من ودنك دي لودنك دي. يبقى انا لو واقف كده
مواجه للقبل، واقف كده مواجه للقبل، واقف كده مواجه للقبل، طالما انا ما خرجتش عن الخطوط دي كويس. ده لمين؟ لمن لا يرى الكعبة. واضح؟ يبقى استقبال القبلة والمقصود بها بالصدر وليس بالوجه، لأن النبي التفت في صلاته ولم يخرج منه، كان ينظر كده ساعات، يعني صلى وكان باعت واحد يجيب له أخبار الأعداء، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وينظر إلى الجهة التي أرسل إليه الرسول، فدل على أن الالتفات في الصلاة لا يضر إن كان لغرض صحيح، ومكروه إن كان لغير غلط، والصلاة صحيحة، والالتفات في الصلاة لغير غرض اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واضح؟ والخامس استقبال القبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقول ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين، في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلة. لو كان قتال مباح مش قتال مسلمين بعضهم مع بعض، ما هو المسلمين قتلوا بعض ده قتال حرام، قتال مباح يعني قتال مسلم مع كافر أو مسلم مع فرقة باغية، مسلمين بس بغواه، يبقى قتال مباح. هو مشغول بالقتال يبقى قبلته وجهة عدوه، واضح؟ ويصلي، ده في شدة الخوف، وهنجيبها الكلام ده في صلاة شدة الخوف أو صلاة الخوف. والاستثناء الثاني اللي هو مش مهم يستقبل فيه القبلة في النافلة في السفر على الراحلة، انت راكب سيارتك ورايح مشوار وعايز تصلي السنن بتاعتك، ممكن تصلي وجهتك وجهة ايه؟ السيارة اللي انت راكبها او الطائرة او القطار، تبقى قاعد على الكرسي كده تنوي صلاة الضحى، تنوي سنة الظهر القبلية، تنوي قيام الليل، تنوي التراويح لو كنت في رمضان، كل ده شغال، مش مهم تنزل من على الراحلة وتتوجه للقبلة طالما نافلة. في سفر قصير أو طويل يبقى لا يشترط أن يكون السفر طويلا لكي تصلي إلى غير قبلة، بل في السفر القصير أيضا، أما الطويل يشترط لتقصر الصلاة وتجمعها لا لتتنازل عن استقبال القبلة. وفي النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة يعني قال لك الفريضة لا، كونه قال لك في النافلة يعني معناها الفريضة لا، فللمسافر سفرا مباحا ولو قصيرا. شوف كل كلمة مهمة، يعني لو سفر محرم ما ينفع، لأن الإيه القاعدة الفقهية المعروفة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، مكتوبة كتبها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، إنها من قواعد الفقه. يبقى لابد أن يكون سفرا مباحا، يعني إنما لو سفر معصية، يعني امرأة مسافرة بدون إذن زوجها ده اسمه سفر معصية، قال لا ما تسافريش وسافرت برضه يبقى سفر معصية، أبوه وأمه قالوا له ما تسافرش وسافر يبقى سفر معصية، مسافر علشان يأذي مسلم في مكان بعيد يبقى ده سفر معصية، مسافر علشان يعمل حاجة خطأ شرعا، يجيب مخدرات، يشتري خمور، يطخ مسلم عشان ياخد بطاره، جاي من الصعيد عشان ياخد بطاره من ايه من الجدع اللي في اسكندرية، فما ينفعش ده يترخص خلاص. ليه؟ لأن الشرع ما يعينوش على معصيته ويخفف عليه. واضح؟ ايوه، ما هو علشان ناوي معصيه فالشرع ما يقفش جنبه يقول له لا صلي صلاه كامله بقى ما تقصرش، ولو في رمضان ما تفطرش، واخد بالك؟ وهكذا، يعني ما يساعدوش على اداء ما هو فيه من معصيه. عشان كده احنا نقول الرخص لا تناط بالمعاصي، عشان كده اقول فللمسافر سفرا مباحا. كل كلام الشيخ مهم، مباحا لاخراج السفر ايه المحرم، لكن المكروه يجوز،
يجوز لو مسافر سفر مكروه انه ايه يترخص. يبقى السفر المكروه والسفر المباح والسفر المستحب والسفر الواجب كل ده يترخص فيه، المحرم هو اللي ما يترخص فيه. ايه السفر المكروه؟ مثاله انه هو خارج لتجارة ليزداد في رزقه وعنده ما يكفيه، لان التوسع في طلب الدنيا يلهيه عن عمله. مش مكروه يعني انك تتوسع في زيادة، طالما ربنا مديك ما يكفيك والامور كويسة مفيش داعي انك انت تكوش على كل حاجة، لان ده هيجي بمشاغل اخرى قد تجعلك تقصر في مجالات اخرى. فيبقى التوسع في ايه؟ في طلب الرزق مع وجود الكفاية وفوق الكفاية مكروه، ولو كان الرزق حلال. اما لو كان حرام يبقى حرام. وكذلك السفر الى غير هدف في بلاد المسلمين فهو سفر مكروه الى غير هدف، واذا كان في بلاد الكفار الى غير هدف يبقى حرام. واضح؟ كل دي لازم الواحد يبقى واخد باله منها. فللمسافر سفرا مباحا ولو قصير، القصير اللي هو اقل من 85 كيلو، والطويل 85 كيلو فما زال، ده حد القصر والطول. التنفل ثوب مقصره. وانا ارى انك انت في داخل المدينة كمان ولو لم تكن مسافرا لك ان تصلي السنة وانت راكب سيارتك، يعني راكب من المقطم عربيتك ونازل على السيدة عائشة، صلي الضحى وصلي السنن اللي فاتت وانت في العربية. ارى ذلك. الحمد لله انا كنت بعمل كده بقالي اكتر من 10 سنين، وفي الاخر لقيت ان ابو سعيد الاصطخري يرى ذلك ايضا. فالحمد لله على نعمته. بناء على ايه؟ على فهم ان الشرع تخفف للمسافر في شروط صحة الصلاة تشجيعا له على المحافظة على عباداته حتى لا تتقطع عبادة. فإذا كانت العلة كده فكذلك يبقى داخل المدينة نفس الحكاية، واخد بالك؟ فممكن انت ممكن اصلا تبقى مستعجل تنزل تصلي الظهر، تروح راكب عربيتك تطلع مشوارك وتصلي سنة الظهر بقى وانت سايق. سنة الظهر القبلية 4 ركعات والبعدية 4 ركعات والإشارة تطول، انت مش خسران حاجة، قاعد مبسوط. صلي تقرا الفاتحه ببقك وانت بتسوق ببقك، تقرا الفاتحه عادي، وبعدين تقول الله اكبر اهو ماسك الدركسيون سبحان ربي العظيم اهو، ايه المشكله؟ امسكه بيد واحد يحط ايده كده على رجلك سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد الله اكبر، كل ده بالإماء والباص. ما بخبطش انا بقالي 10 سنين ما عملتش حادثه وانا سايق ما شاء الله. لان لا الشاطر ايه وانا اغمض عيني، وانا بغمض عيني انا بسوق السياره برضه شايف كل حاجه، وساعات يعدي واحد صاحبي سايق العربيه يصور لي كده اقول له كده هو برضه وانا بصلي ارد عليه بالتحيه، كل ده جائز. ما انت لما تعرف احكام الصلاه تلاقي نفسك ما تضيعش عبادتك، انما لان انت مش عارف احكام الصلاه تضيع عليك عبادات كتيره، تلاقي نفسك طول اليوم ضيعت السنن الرواتب لانك مشغول بالاشاره. طبعا لا، والفريضة يعني حتى لو واحد سلم عليك في الفريضة تعمل له كده بس، او افرض انت حتى بتصلي فريضة او نافلة وهو هيمشي وانت عايزه في موضوع لك تقول له كده بس. كل ده جاي لان الاشارة المفهمة في الصلاة ليست كلام، اما الاشارة المفهمة في العقود فهي كلام، فلازم تاخد بالك من الفروقات في الفروق. يعني انا كتير كنت اعمل كده واكل اشاره، يجي يوقفني عسكري ويقول لي بصلي، يقول لي طب امشي امشي. والله يلاقيني بصلي، روح راكن العربيه وقاعد مكمل الصلاه عايز اخلص بقى علشان اكلمه، فيلاقيني انا مشغول يقول لي انت بتصلي؟ طب امشي امشي. فبرضه في نجاه من المخالفات. ها؟ بتسرح ساعات الواحد يبقى سرحان ما يشوفش الاشاره. بتحصل وانت حتى من غير صلاه. ومن غير صلاة ساعات تلاقي واحد بيجري كده وانت جريت وراه واتضح ان هو اللي جري ده كان الاشاره وانت ما خدتش بالك انت جريت لان شفته جري. بتحصل يعني، مش العيب في الصلاه، لا واخد بالك؟ ده دي التطورات الحياه العاديه اللي احنا ماشيين.
يعني كل ده وارد، لكن على اي حال ما تضيعش سننك في زحمة حياتك، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضيع سننه، وكانت حياته ازحم حياة، ازحم حياة بشر على في خلق الله كان النبي، رغم كده لم يضيع قيام الليل ولا السنن ولا النوافل ولا الفرائض ولا ذكر الله، وكان يذكر الله على كل احيان صلى الله عليه وسلم. وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهتي على سرجها مثلا. لما تيجي بتصلي بقى تصلي ايماء، مش شرط يعني تحط دماغك على الدركسيون بقى وتعمل حادثة، خدت بالك؟ ولا حتى لو بتصلي ايماء كده وانت قدامك المكتب انك تلمس المكتب، يكفي الايماء كده على الهواء. عشان كده بعض الناس الجهلة باحكام الصلاة يقوم يعمل لك ترابيزة ويحط لك عليها حتة خشبة كده، عاملينها في مسجد المقط، شفتوا؟ ده دليل الجهل. اول ما تخش كده قالوا الجهل ما يعرفوش احكام الصلاة على طول، واخد بالك؟ لان مش محتاجينها دي. اليومئ مش محتاج يلمس حاجة، يكفي على الهوا كده، واخد بالك؟ مش محتاج يلمس حاجة. فناخد بالنا من الحتة دي، علشان ايه؟ للأسف الناس ما تعلمتش احكام الصلاة كويس. وراكب الدابة